أزرع برحمان رمضان نسقي مركز حسكير. مركز حسكير افتتاح عمليا مؤسسيا للنشاطات المهنة الخدمية بشغلا. أول شيء ترفيش وزارة قمية بشغلا. مهنة دوية ما بعلمين مثلا في حالة نفسي لعبان در كبير معلم تشتنا في ذا بكن هبدور ونين. أمكارفي بكن شحمة بدلتها قد في مطبي كيرا. هاجر كردي به هاجر عرب به هاجر يزدي به هاجر فلبه مش بحبر دستكي كارو كن اللي عليه. اللي منطقة ما مش ببنية جلسة هي جنية شكل أب جلسة أنا تو يشبه جنية تكبيرة ضروقة بكاري منزلي بالتعاملة اشترفة بالتعاملة شغل بأي مجال أم قربن فكرية بكين قربن شغل أسيا من جلسة المنظمات الشكل مدام كش بحبر منظمات المنطقة حسكي ورجع بقش مقربن بكين وانا طبعا مقربن بكين هبتوا مقربن كش بحبرونه أم ناقشة بكل شو بكارب من بيدك يفش بكل أم تطورين أم مدربين أم هبدو أم تشكي فش داخل بيدك تم قدرات الشباب هي وكه مثال أجا مثلا أجا امتحان فورتان يزيك رحت الامتحان هي برضو أنا بشتغل مروح بعد من شو موهبة بيها هي يقولوا تقدر يفضلش تيجي شاف كاري بيها أنا تخاطش شو بشتغل مروح فكرة تري الناس بيها ترى صح ولا غلط مرو بقيت فكرة إنه بقيت فكرة بصح هي نش قالي خدمتها بيمنا تيجي يعني مرحبا شو هالترتيب الحلو يعني هذا المكتوب مبين من عنوانه الله يعطيكم العافية صباح الخير والله نحن مبسوطين كثير بهالتجمع الشبابي اللي صار في شان افتتاح مركز الحسكي. سلام يا رب. نتأمل مستقبلا انه هذا الموضوع يكون له تأثيرات إيجابية على المجتمع. نحن حاليا بأزمة صار مواقع كثير هشة بالمجتمع بحاجة إلى عملية ترميم إصلاح صار في حاجة كبيرة حتى إنه المجتمع يستعيد عافيته لذلك إنه هيك مراكز إحنا نؤمن أن تحقق رسالتها على حقيقتها راح تؤدي إلى تحسين الوضع المعاشي بالبلد راح تطور البلد مستعيد عافيته نرجع كما قلنا لأنه بلدنا بلد خير في طاقات كبيرة في خيرات كثيرة لازم نتعاون كلياتنا مع بعض حتى أنه هذا كله نسخره لخدمة الناس اللي تعبت إن شاء الله. أنا أنسى سيمام عضو في مركز الحسكة إن شاء الله تعالى راح نتعاون مع بقية الجمعيات والمنظمات الإنسانية في مدينة الحسكة وراح نكون كلنا إن شاء الله وحدة لنساعد بعضنا كمجتمع واحد عايش مسالم ما في إن شاء الله لا نزاعات ولا شيء. اسم الكنيسة الجديدة المسيحية الوطنية للحسكة مبادرة مشروع ومبادرة فكرة من يومين مدير المشروع الأستاذ زكا مهندس زكا تحدثي معك الإعلامية أنا إداري المشروع مدربين دورة عندنا رئيس لجنة التدريب من اليوين أستاذ مو جبريه والأنسب حسام يونس فنحن مبسوطين كثير للدعوة اللي وجهت لنا إياها ونحن حبينا حبينا نلتزم فيها أكيد طبعا نحن فتنا على وسائل الإنترنت وشفنا الأمور اللي أنت يعني شفناها يعني فكرتها وهدفها حلو كتير يعني للبلد كله المجتمع كله بالعكس إحنا نشجع ونأيد أي أفكار هيك. الله يخليك. أم مركزها و يعني أزمينهم يعني ودي بواجهة خيرج. شفاك عمر ان شاء الله واز ازعلم انه نشاطاتي بلو زاروك المجال كي تدخل
يعني وان رافعين المجال يوم ما جو إنه مجرد يجي مسر كفتني يجبر خاصي ذلك سباز هو نافندا كمان مبسوطين بدنا نشوف كلتنا نشتغل لهالبلد كلتنا نحب هالبلد وكلتنا نحن في حاجة لبعض يعني وكلتنا نتساعد مع بعض نعمل إن شاء الله هالبلد ونحن خيو لازم ما ننسى آبائنا وأجدادنا اللي كانوا عايشين مع بعض كل ولا عم يشتغل ناس غرب أجوا يخربوا بيني وبينه وهنا قاعدين متأكدين قاعدين مسلمين في العموم وكمان نقول ألف الحمد لله إنه هالمحاضرة ما وصلنا واحد ما وصلنا اللي بدنا إياه ما وصلنا صح إن شاء الله يستمر الوضع أنا نروح على الجامعة نطلع بالجامعة وسلام كمان خرج حلب خرج حلب كل الأسف يعني المحاضرة الثانية ولك قاتل الديرية مع الدربة قاتل الديرية مع الهوية صحيح نرجع أهل الحسن كان مزيج كان حمار كل أنا عنصر الحسن يعني بغض النظر عن مسميات الأسف يعني صح. بعد ما شفنا الناس بعد الأزمة عرفنا قيمة الشيخ صراحة أنا غير رجعت لهم لا أنا حكيت جد يعني أنا جربت حدا ولكن الحسن كان ممتاز كل المحاضرة زوجية